وأحب ذكرك أنه أنت اللي فت علي من دون ما تاخد إذن، وقعت وتربعت جواتي وتنفخ نار بجسمي بقلبي وحتى بعقلي. نار اهلا وسهلا ضيوفي. اول شيء بدي احييك ممثلي والكاتبه سوسن شوربة اللي راح تكوني وحدك على المسرح بالعمل اللي راح نحكي عنه هلا، والمخرج شادي الهبر. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك شكرا. يعني بالفعل قديش صعبه قبل ما بلش معك انه للجمهور قديه بده يكون دقيق وقديه بده يكون الممثل عنده مسؤوليه لانه يضل اخذ الجمهور اذا كان وحده، وقديش نعم. صعب يكون للمخرج يعمل قطعه كامله متكامله مع شخص واحد. هلا للمخرج ما بعرف قديش، انا هيدا يمكن شيء خامس عمل مونودراما لإلي نعم. كاخراج. للممثل اكيد عليه المسؤوليه الاكبر وعليه كل الحمل اذا بدك، بس طبعا بنساعده بكثير امور، بامور اخراجيه، بغنيه من هون، بموسيقى من هون، بس بنفس الوقت بده يكون ممثل مثل سوسن يلي كلها حب وكلها هضامه وكلها هيك لوحده بتحب تطلع فيها كل الوقت نعم. فهيدا الشيء بيساعد كثير المخرج انه يقدر يعمل اشياء كثير حلوه ولذيذه بالمسرحيه. وصدقني يمكن اوقات يكون ممثل واحد قد 10، فمش المقياس العدد كمان بنفس الوقت طبعا. والمونودراما هي متعه للمخرج بنفس الوقت ومتعه نفسها للممثل نعم. لانه الممثل هيك بيشبع الايجو تبعه، بيشبع نعم. وجوده، وبيكون هو الستار على المسرح صحيح. فهيدا الشيء كتير بيكون لذيذ وحلو، وهيدا الاشياء بتساعد الممثل انه يبدع اكتر واكتر نعم. مرة عايشة بسلام، عايشة على طريقتها الخاصة، بتفوت عليها الضوضاء والضجة وشي غريب، هيدا الشيء بغير لها كل حياتها وبدها تتعامل معه لأنه توصل لهدف معين صح. يعني هيدي تقريبا يعني اختصرت شوي هلا انت بتفسري لنا اكثر، بس ليش فولار؟ اللي قلته شو له علاقه بالفولار؟ هلا المسرحيه فيها سر نعم. بضل سر بس خلص ولا بيعرف؟ لا بتبين عم نجرب انه ما نفضح السر لحتى يضل في عنصر التشويق نعم. بس فولار له دور بالمسرحية، له دور وجود، يعني موجود حنشوف فولار بالمسرحية نعم. وله دور كمان بمساعدة نورة بطلة المسرحية خلال رحلتها بمعاناة معينة. هالفولار حيكون جزء من إعانة لها بمطرح معين، ونفس الوقت له رموز كتير. الفولار هو شيء أنثوي، الفولار هو قد يكون هدية من حدا بتحبه، ممكن يحمل رائحة حلوة باقية عليه بتذكر بحدا. يعني بس نقول فولار هيك بتحسه هدية من حدا، يعني شيء خاصه بالمرأة. طب اللي انت رح نشوفه منك على المسرح بيشبهك؟ عايشتي شوي الى حد ما بلشت تقرب ايه في شيء من القصة نعم. لازم احذر ولا ممكن؟ لا مش ضروري احذر. في شيء من القصة يعني شيء مرق معي انا نعم. عشان هيك عندي هيك مثل شغف اني مثل هيدا مرق الدور. وتغلبت عليه نجحتي؟ بنشوف بنشوف قديش رح تكوني على المسرح وقت؟ تقريبا 50 دقيقة. 50 عفرت سحبة بدون بريك؟ ايه بدون بريك. حافظة كل النص؟ طبعا. يعني في ارتجال رح بصير، في عفوية رح تطلعفي ولا؟ لا لا، انه ممكن بالنهاية انا عم لما واحد يكون عم بيطلع احاسيس نعم. طبيعي انه يغير كلمة او ينقص كلمة يزيد كلمة، بس مش ينسى او نعم. يغلبت، لا تطلع بوقتها. يعني اوقات كل بالمسرح كل عرض ما بيشبه الثاني باشياء معينه صحيح. يعني كلمه بتنزاد بتتكرر، كلمه بتنقص، يعني العلاقه بالحاله اللي بيكون نعم. فيها الممثل. شادي، دور المخرج المسرحي ما بيشبه دور المخرج الدرامي يعني ابدا، مختلف تماما، غير شيء كليا يعني صح. شو دوره؟ شو من وين ببلش؟ شو تفاصيل شغله عاده من اول ما ينكتب النص؟ اولا هي الاخراج هو كتابه ثاني للنص نعم. وبالتالي بنبلش بالرؤيه، يعني
يعني وين بده يحط إطار هيدي المسرحية، شو الرؤية تبعه، هيدا الممثل يلي موجود معه شو هو الكاركتر تبعه يلي بريد المخرج. إذا بدك المخرج هو الخياط يلي بخيط بإيدي كل شيء له علاقة بالمسرحية، وكل التفاصيل الباقي بتكون هي إذا بدك لصالح هيدا الرؤية، لصالح هيدا العمل، لصالح هيدا الشيء. وبنفس الوقت بيتشاركوا، يعني أنا من المخرجين يلي بنطلق من الممثل، يعني بشوف الممثل شو عنده من أحاسيس، شو عنده من طاقات، شو عنده من أشياء يفرجيها، فمن هون بنطلق منه وبودي المسرحية مطرح ما أشياء بتشبهه. لو حتى كانت هيدا المسرحية أو هذا النص ما له علاقة فيه، ما له علاقة بحياته، ما له علاقة، بس بجرب بفتش على شيء صاير بحياته، يعني قصص أكيد تشبهه. أكيد أكيد بفتش على قصص تشبهه صايرة بحياته، بس بتغير بالنص كمان، يعني لا 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 ما منغير، بس من في أشياء بتتشابه، فأشياء بتتشابه وبنقدر نعطي فيها. هلأ حتى أنا وقت أعمل مسرحية وعملها، يعني تقدر أعمل نص على المسرح، بده يكون عندي قطعة مني، بده يكون بيشبهني، بده يكون بيعني لي هيدا النص. وسوسن والفولار بحد ذاته هو شغلة كتير بتعني لي أنا، فبالتالي من هون قدرت. عشان هيك اتكلت بمسرحية، حتى أعطيك هيدا السر إذا بدك، اتكلت على مسرحية فولار حتى الباز الأساسي أو الرؤية الأساسية تبعها هي من طلقة من الأحاسيس، من الأحاسيس، وخاصة أحاسيس المرأة يلي بتحسها كل مرأة بتجي بتحضر هالمسرحية وكل رجل بيجي بيحضر هيدا المسرحية. فمن الأحاسيس هيدا إذا بدك الباك جراوند تبع المسرحية، يعني هو منه كتير واضح، بس أنا اشتغلت عليه تقدر وصل هيدا الشيء يلي بمسرحية فولار. قديش فيها تكون ماكسيموم مسرحية مونودراما وقتها؟ يعني 50 دقيقة لساعة بتكون ماكسيموم. ماكسيموم ماكسيموم يعني صح. أكثر من هيك بتصير شو، مملة ولا شو؟ لا مخص مخص، يعني هي يعني طبعا في تعب الجهد البشري، يعني الممثل بده يوقف ساعة على المسرح يعطي كل المشاعر وبده يطلع تعبان من المسرحية لأنه المشاعر بتوجع، وكل مرة بس بده يكون عم يعرضها بدها يكتشف شيء من عنده أكتر وأكتر، فهيدا الشيء بفتكر بزيادة ساعة. سوسن، يختلف أول عرض عن رابع عرض أو خامس عرض أنت وعم تعملي، بتصير أسلس أسهل، بتصير تعرفي شو الجمهور وين بيتفاعل أكتر؟ كل عرض ما بيشبه الثاني، يعني الانرجي تبع الأودينس الجمهور بتغير بالأداء. يعني أوقات في جمهور بحمس، في عروض الجمهور هو بيصنعه، يعني لهفتهم، أمتى بيزقفوا، أمتى بيضحكوا، من نفسهم بنقدر. عشان هيك المسرح بيختلف عن السينما والتلفزيون. عندك كان تجربة مونودراما قبل؟ مونودراما لا، بس أول. أنا بدراساتي للمسرح أكيد مرق معي نصوص مونودراما، فبعرف شو هو إحساس المونودراما. بس الوقفة على المسرح إن كان أول عرض أو العرض رقم 1000، في دقة قلب بتصير بالكواليس، هن عم بفوتوا الناس، إن كان أنا أو مين ما كان أي حدا بالعالم، يعني بده يطلع يغني أو يحكي أو يمثل. طبعا هيدي الرهبة، هيدي ما ممكن، يعني بدها تصير لو بافاروتي يعني. نعم، رح تعرضوا بالمدينة. نعم، اللي بيساعد ما يقارب هلأ هو يعني من دون كورونا حوالي 400 شخص. نعم، بس مع كورونا عنا نص تحديدا، بعدنا نحن ضمن الإجراءات اللي عم ينعمل. عنا 200 شخص للمسرحية، هلأ فينا نزيد شوي. بس بالمبدأ الليلة بتكون 200 شخص على 4 أيام. نعم، وعادة قديش في إقبال بعد على المسرح ولا هيك نوع من المسرح؟ ما تتخيل قديش في إقبال اليوم، بالعكس بحاجة أكتر نحنا لهيك مسرح وبحاجة أكتر لهيك مسرحيات، لأنه كأنه عم نشوف أنه المسرح هو منقذ للعالم بهيدي الفترة. عبالهم يروحوا ما يفكروا بشي، يروحوا بعالم مختلف، بعالم فيه الإضاءة والموسيقى والتمثيل وكل هيدا. سوسن، كتابة المسرحية فولار كتابة مين؟ ديمتري ملكي. ديمتري، وانت عادة بتكتبي كمان مسرح يعني؟ لا أنا بكتب، يعني ما عندك كتابات مسرحية منشورة. أنا أكتر يعني عندي رواية، عندي كتاب أكتر عن هيك فلسفة الحياة، كتابات منا متجهة على المسرح. عندي محاولات بس من نشرت. بس ديمتري من الكتاب المسرح المعروفين اللي نصوا
يعني بيعمل هيك فولفيلمنت للممثل وللمخرج. أيوة. لانه في صور كتير وفي احاسيس كتير، يعني كل جمله من المسرحيه فيها تكون مقوله قد ما قويه الجمل، يعني بتتعب من الاحاسيس بالتمثيل. نعم. لانه بتنتقل من حاله لحاله، ممكن بنفس الباراجراف من حاله لحاله في انتقال سريع، وهذا الشيء بدنا نحسه لنقدر نوصله. رح نشوفك بشخصيه واحده ولا لا؟ اصلا ما في انسان بيعيش شخصيه واحده. نعم. بس عاده هالشخصيه مثلا على مدى 24 ساعه الانسان بيعيشها. نعم. انا بهالساعه رح تشوفوا كذا مود او كذا وجه. نعم. مش اني عم غير شخصيتي، شو مزبوط شو مزبوط. مش اني بمعنى عم غير شخصيتي اني عم مش لعب على اللبس او لا. نعم. هو يعني المود اللي بيمر في الانسان، الحالات يعني الحالات اللي بعيشها يوميا. ايه بس في انتقال سريع، هذا الشيء صار بالاخراج، يعني له علاقه بالاخراج لحتى نوصل هالحدث اللي اخذ وقت معين خلال هالساعه. شادي، شو كيف فينا نشد الجمهور؟ يعني اذا هلا اللي عم يسمعونا يروحوا يشوفوا فولار على مسرح المدينة، امتين رح يكون؟ ب 31 بنبلش، 31 اربع عروض، 31 1 2 3 ورا بعضهم على الساعة 9 المساء بمسرح المدينة. شو اللي بتقوله للمشاهد انه رح يشد الجمهور ليجي يحضر هلا؟ انا بكل بساطة بقول لهم انه مسرحية فولار هي مسرحية بتشبهكم، يعني مش ممكن ما تلاقوا شيء له علاقة فيكم بحياتكم. والاكثر من هيك هي اذا بدك انا بسميها انبلي من الاحاسيس. نعم. يلي رح تنتشر بكل ارجاء المسرح، ويلي رح يخلوا يعني حتى المشاهد رح يكرم احاسيسه ويلي طلعها. واليوم نحن بننسى كثير بحياتنا انه نحن شو بنحس، دائما شو بنفكر، فهيدا الشيء بفتكر رح يجي. بس دائما وقت نحكي عن الاحساس ونحكي. نعم. انه عم بترجم بعمل مسرحي او درامي او سينمائي، بيكون في شيء من الحزن، الحرمان، هيك التعاسه كله، يعني مجموعه وكانه إشياء. الفرح ما فينا نترجمه بطريقه انه نوصل، يعني لا ما بعرف. لا في فرح، في فرح. فرح اكيد. وخصوصا باخر المسرحيه. نعم. تطلع هيك حاسس انه بدك تروح تعمل شيء، بدك تروح تاخد قرار، بدك تتلاقى بحدا. هيدا يعني شيء. لا نقلين الحالات يلي موجودة ويلي هي الطاغية بالمسرحية هي البوزيتيف، خاصة ورا الوجع. حتى ببداية. نعم. المسرحية. نعم. لما بنشوف نورا كيف كانت حياتها الطبيعية قبل ما يدخل عليها هالحدث اللي بيغير كل مجرى الأحداث. هاي الحدث انتو سميتوه حيترجم بشكل ضجة، حرتقة صح. حرتقة هي انتو عم تفسروها، يعني عم توصلوا انه الحرتقة بحياة الانسان. ايه بتصير باي شيء. اسمع، حرتقة ببيتك انت بلش. نعم. تشك انه شو هيدا، مين هيدا. نعم. اشارات، يعني هي اشارات لشيء هالحرتقة. سهل ممتنع يوصل للجمهور اللي حيشوفه قدامه من قبلك؟ حيفهم الجمهور بسهولة، بس الصعوبة كيف توصل له، يعني صعوبة علي وعلى شادي وعلى الكاتب. نعم. بس بسهولة الجمهور حيتلقى. بيمرق شي دقيقة ملل بالخمسين دقيقة اللي رح تعرض فيها؟ هلأ أنا شخص كتير قاسي على حالي. نعم. يعني أنا عم بتفرج إذا لقيت أني أنا زهقت. ايه. دغري بعرف كيف غير الأشياء، يعني. نعم. ما بخاف أقول أنه هيدا المشهد زهقني. نعم. حتى لو كنت عم بستمتع فيه، فبحط حالي إذا بدك بحل الجمهور بمطرح المطارح، وبجرب أنه لا، والأحداث بتتنقل بشكل سريع بالمسرحية، وهيدا. نعم. لذيذ أنه شو في، رحنا لغير المطرح، شو في هون، شو في هون. فبالمبدأ ما رح يمرق ولا ثانية فيها زهق. نعم. شو العناصر الثانية اللي مساعدتك على المسرح لتغير ثيابك لكذا هالوقت؟ لمين بتعطوه في ناس بتساعدني بالكواليس. نعم. وبنفس الوقت شادي عنده حلول إخراجية. نعم. ليغير المشهدية. لكن لازم أسألك سؤال لألك بالمسرحية. يعني. نعم. في مفاجأة كمان. صح. بالسينوغرافية. مفاجآت عن جد
مبنية المسرحية على مفاجآتي معينة. وأكيد مثل ما قالت أنه في شيء بقلب المسرحية إذا بدك مثل السحر، كأنه عم ننتقل لعالم جديد ومختلف غير من وقت ما نشوفها بالأوله. عشان أنا اللي بقوله أنه العمل الناجح وأي شيء بيتقدم إن كان على الشاشة إن كان على الشاشة الكبيرة أو على شاشة التلفزيون أو على المسرح، أنه لازم يكون في من وراء عبرة او لازم يكون في رساله الانسان تغير شيء فيه للافضل، يعني ياخذ مثل كيف بيقولوا على راس السنه بيعمل الواحد غير حياته ريزوليوشنز جداد وكذا هالقصص هيدي. انا بحب ورا كل عمل يكون فيه هذا الشيء. انت عم بتقولي انه ورا ما يشوفوا مسرحيه فلان راح كل واحد يروح ياخذ قرار، هذا راح يسال حاله اذا في حرتقه بحياته. راح يرجع يصنع منيح اذا في حرتقه بحياته. تعطينا الحل انت كيف نغيرها بالمسرحيه؟ اكيد اكيد. والله راح يكون في حل. في حل. لا كل الحرتقه لها حل. بس انه كل حدا حيشك بانه انا سمعت شيء يعني ببيتي، انه لانه كل حدا في بحياته حرتقة بالسيمبول تبعها بمكان معين. هلا ما بعرف اذا بنروح عند الكاتب ولا عند المخرج ولا عندك، اذا بدنا نقول الحرتقة اللي بحياتنا كيف نلاقي لها الحل؟ وين بنروح؟ كل واحد حسب هو ايش كيف بلاقي لها. يعني هي المسرحية صحيح فيها حل هو الانسان بده يلاقي الحل بس مفتوحة. يعني ما في شيء نحن بنعمله بالمسرح انه يعني بيظهر المشاهد عم يطرح اسئلة، وهذا شغلة كثير مهمة بالنسبة لنا. مجرد ما يبلش يطرح الأسئلة يعني هو على السكة الصحيحة حتى يلاقي حاله هو وين، لأنه ما في حدا بيشبه تاني وما في حدا بيخبر. بسم الله عليكم. يعني أو شادي كمان يعني تقريبا كل شهر شهرين في مسرحية، كل شهر في مسرحية. عم تتحضر العروض عم بتكون قليلة لضيق الأماكن يلي عم نعرض فيها مسرحيات والمسارح. طبعا جود لك، نحن بحاجة للكمباك القوية للمسرح، نرجع العالم تنخلط مع بعضها وتشوف بعضها. بتمنى فولار يكون يغير بكتير حياة ناس ويعطيهم عبرة. Thank you لإلك سوسن. مرسي لك جوزيف. Thank you لإلك شادي. شكرا. أكيد بنشكر كريس كمان يلي نسقنا معه. شكرا كتير. أنا بشكر كريس كمان لأنه هو هو الانجل بهالعمل. يعني بيساعدنا بكتير اشياء. يعطيك العافية كريس. على مسرح المدينة 31/1/2/3 أربعة أيام أربع عروض على 9 المساء. ما تروحوا عليكم فولار، احجزوا بطاقاتكم وكونوا حلو حلو الواحد يشوف شيء يغير شيء بحياته. عم نشوف البوستر هون قدام.